أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن ينام بالليل ولم يستطع ذلك لشدة الأرق؟ ما الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن ينام بالليل ولم يستطع أن ينام لشدة الأرق؟ يقول الوارد عندما يضع جنبه في فراشه يقرأ آية الكرسي ويقرأ الإخلاص والمعوذتين، ويقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ويجعل ذلك آخر كلامه ثم ينام. وإذا جاءه أرق في الليل يقرأ آية الكرسي يرددها. نعم.